عندنا في لي كونديسيون حتى من الاول كاين سكون ابل كا او في الالغوريثميك كتسمى كا او ولا كتسمى الماتش في البيتا ولا كتسمى سويتش في لي لونغاج اخرين جافا سكريبت و بي اش بي و داكشي هي بحال اف غير كتكون مكتوبه بطريقه اخرى دونك هنايا تتسمى كيز او كاز انا ماشي مشكل تنطقها خاصك تكتبها صحيحه في الامتحان وحتى هنايا باش تيكزيكوتي لك النطق ماشي مشكل دونك هنا كيز هي بين الحالات تقدر تكتب فيها شي حاجه لا فاريال وتتقدر تكتب حدا والو شوفوا الا كتبتي فيها الحال الفاريال اش غتعطي كدير غير كتبدا تدرس هاد لا فاريال كتقول في حاله هاد لا فاريال تساوي ليكسبرسيون ان دان الوغ اكزيكوتير الاوامر وخرج بحالك الله يعاونك سينا كدرس في حاله هاد لا فاريال وين تساوي اكسبرسيون دو الوغ دير هاد الخدمه والله يعاونك وحنا غاديين يعني كي قلنا بحال انف نشوفو معايا هنا هاد المثال هنا ديكلارا هنا واحد لا بروسيدور اللي كتاخد نيميرو ديال لو كليون او غادي تاوت غترد لينا واحد لا فراز اللي غتكتب فيها بحال نقولوا المده الزمنيه ديال اللي غادي نحتاجو تاع التوصيل تاع التوصيل تاع السلعه ناخذ النمره ديال الكليون وغنكتبوا ليه شحال خاصنا باش توصلوا السلعه ديكلاراو واحد لا فاريابل سموها كاستمر كونتري فين غيبغيو يحطوا الاسم او لا السميه ديال لو بي ديال هذاك الشخص درنا سيلكت كونتري انتو هادي اش هي سيلكت انتو سا سي كوا سيلكت كونتري حيد انتو افترض ما كايناش هادي سيلكت كونتري فروم كاستمر و نيميرو ديالو هو داكشي اللي تحط في البارامتر اش كدير هاد سيلكت هادي غتجيب ليا لو بيي ديال الشخص اللي عندي النمره ديالو انا عندي الشخص اللي بغى يشري لو كليون غتجيب ليا لو بيي تاعو ملي زدت عليها انتو سميت فاريال اشنو كتعني انتو سميت فاريال يعني انتو هي خبي في كتقول ليه هذاك لو بيي ديال الشخص اللي غتلقى لو بيي خبيه في هاد لا فاريال سي بون دونك غادي يخبي لينا لو بيي اللي غادي نلقاو غيخبي لينا في هاد لا فاريال حنا من بعد غنمشيو ندبسو الحالات ديالو قالنا كاين هاد لا فاريابل هادي اللي تخبى فيها لو بي وين اوزا اش كتعني كيقول لي الا لقيتي فيها اوزا يعني لقينا هاد الشخص هذا ساكن في اوزا دان هاد لا فاريابل اللي غنقاوت اللي غنافيشيوها غنكتبو فيها تو داي شيبين يعني محتاج يومين وغيوصلك السلعه وين كندا الا كان الكونتري اللي لقينا ديال هاد الكليه راه كندا غنقولوا ليه 3 داي كل لي بي الاخرين غادي نافيشيو ليه 5 داي في الاخر عادي دونك هادي غتجي هنا تنسدو الاند كيس ديال سي بون دونك هنا نورمالمون كان خاصو يديروا ليه السيلكت بي شيبين باش تافيشي الجمله ولا سي با غراف هنايا اصلا عنده اوت غير افيشي من بعد صافي بحال هكا مزيان سي بون دونك هنا غنفهموها اوتوماتيكمون وما غاديش نجربها لكم لان انا ما عنديش لا طاب كاست ما غاديش نقدروا نجربوها مي ركزوا فيها مزيان دابا الى عندنا الاخرى شوفوا معايا سو سيليكتور شوفوا الفرق ما بين الاولى والثانيه شنو الفرق كوتي سينتاكس هادي فيها كيز و تتكتب حدا سميت شي فاريابل كدرس لي الحالة تاع التساوي شوفوا الحالة الثانية فيها كيز محداها والو كدير وين و كتكتب كونديسيون كلها بحال مثلا هنا كنديرو كيز و كنبداو نديرو الكونديسيون كونديسيون يعني هنا كتستخدم اكبر اصغر اكسيتيرا اما في المثال الاول ملي كدير بحال هكا شنو قلنا قبيله كاستمر كونتري وين اوزا اش كتعني كتعني كاستمر كونتري تساوي اوزا او تساوي كندا او شي حاجه اخرى يعني كنخدمو على التساوي في هذه الحاله
اما الا بغينا نديرو اكبر واصغر خاصنا نخدمو على هذا المثال الثاني اللي كان ما كنكتبو حتى حاجه هنا وكنجيو كنكتبو عادي واش كبر من 30 وصغر من 20 داكشي اللي بغينا راه حنا كندخلو سي بون دونك كيز وين كتبدا تدير الحاله لا كونديس اللي عندك واش غيوقع في هذيك لا كونديس فوالا دونك هذا هو اللي كاين هنا نعطيو ان سي اكزارسيس هاد لا بارتي عاد ندوزو من بعد لي بوك حيت صافي لا بارتي سويفون سويفون هي لي بوك